السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. بعد أسبوع دام، عودة الحياة الطبيعية لمدينة تعز القديمة، ومواطنون يتساءلون هل تكون الجولة الأخيرة؟ مقتل وإصابة عائلة كاملة بقذائف أطلقها الحوثيون على منزل في البيضاء. مقتل أم أربعة من أبنائها جراء سقوط صاروخ للحوثيين على منزل غرب تعز. العقيق والمصوغات الفضية حرفة يمنية تتجدد في زمن الحرب. أسراب الجراد تغزو مزارع القات والحبوب والفواكه في صعدة وصنعاء وعمران. مارب درس، نيران الجيش تقضي على قيادي حوثي بارز. مسؤول حكومي يكشف عن اجتماع دولي مرتقب رفيع المستوى سيعقد في قلب عدن. المهمشون وقود آخر لحرب الميليشيات الحوثية. قوات الجيش تنتزع 4 مناطق استراتيجية من قبضة الحوثيين بصعدة. التاير نت، قائد محور تعز يوجه بإيقاف أفراد في الجيش اعتدوا على أحد الباعة. الجيش يعلن أسر 300 حوثي في الضالع. مجلس الوزراء يوافق على المصفوفة الحكومية لتنفيذ توصيات نواب الشعب. مسام، ينتزع 2321 لغما في الأسبوع الرابع من شهر إبريل. تعز، مقتل أم وخمسة من أطفالها بقصف حوثي. الصحوانت، أكاديميون الائتلاف الوطني الجنوبي سيعيد القضية الجنوبية إلى مسارها الصحيح. قيادة محور تعز توجه بإيقاف الجنود اعتدوا على أحد الباعة. صعدة، تقدم جديد للجيش في مديرية رازح. الحكومة تقول إنها ملتزمة بتنفيذ توصيات مجلس النواب وفق الإمكانات المتاحة. رابطة أسر ضحايا الاغتيالات بتعز تندد بتهريب المتهمين وتطالب بسرعة القبض عليهم. وكالة سبا، قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في مديرية رازح بصعدة. فتح، يدعو مفوضية شؤون اللاجئين لاحتواء اللاجئين وتوفير الرعاية المطلوبة لهم. مركز الملك سلمان يوزع 1516 سلة غذائية في حجة ويقيم يوما مفتوحا للأطفال في مارب. مسام، ينتزع أكثر من 2000 لغم خلال الأسبوع الرابع من إبريل الجاري. تدشين المؤتمر الأول لرؤساء عمليات القوات المسلحة بمارب. المهرة تتسلم 40 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة. مجلس الوزراء يوافق على المصفوفة الحكومية لتنفيذ توصيات نواب الشعب. البحسني، يضع حجر الأساس لتأهيل وتعشيب ملعب الشاحت بالشحر ومشروع مخطط مدينة سديم. اجتماع في شبوة يناقش وضع السياحة وسبل تنميته وتطويره. العاصمة أونلاين، الحرب الناعمة ذريعة جديدة لتجريف وحوثنة التعليم بصنعاء. الجيش الوطني يتقدم بمناطق جديدة في صعدة ويتلف 7000 لغم بحجة. مارب تضبط كمية من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء. أكاديمي بجامعة صنعاء يتعرض للاختطاف والإهانة من قبل الحوثيين والنقابة تحذر. مارب تنظيم يوم مفتوح لأطفال من ضحايا التجنيد في صفوف الحوثيين. سبتمبر نت، انتزاع أكثر من 2000 لغم خلال الأسبوع الأخير من إبريل الجاري. قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في رازح صعدة. استهداف طقم للميليشيات البيضاء ومقتل كل من كانوا على متنه. وزارة الدفاع تدشن المؤتمر الأول لرؤساء العمليات في مناطق وحدات الجيش الوطني. مقتل قيادي للميليشيات في هجوم فاشل غربي تعز. مقتل قيادي حوثي وأسر آخر في الضالع وسط انهيار كبير للميليشيا. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية، اللواء جواس يتعهد بتصفية عبد الملك الحوثي. الجيش اليمني يأسر 300 متمرد بالضالع. الربيعة، يبحث مع مسؤولة أممية جهود حماية أطفال اليمن. دعم الجبهات شرط لصرف رواتب معلمي الحوثي. الرباعية، ملتزمون بالحل السياسي في اليمن وندعم السعودية. الجيش اليمني، إبطال مفعول 7000 لغم حوثي في حجة. 50000 مقعد مدرسي لدعم القطاع التعليمي في اليمن. التحالف، لا مشاركة لمقاتلين دون سن 18
ونحقق في الادعاءات. الشرق الأوسط، المهمشون في اليمن وقود آخر لحرب الميليشيات الحوثية، مصرع عناصر حوثية وتدمير آليات بغارات لطيران التحالف في تعز. العربية نت، الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في صعدة، التحالف يدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين في ذمار. اليمن، ضبط مخدرات مخفية في طريقها إلى الحوثيين بسبب الحوثي، أكاديمي يمني يلجأ للعمل كحمال. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى مقالات الرأي والعربية إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشره موقع الشرق الأوسط للكاتب اليمني همدان العلي، تحدث فيه عن عملية التغيير الديموغرافي التي يجريها الحوثيون في مناطق سيطرتهم. يستخدم الحوثيون هذه الوسائل الفنية غير المباشرة في الترويج لفكرهم إلى جانب كثير من الأنشطة بعد إدراكهم أنهم غير مقبولين في اليمن، ولولا استخدامهم القوة المفرطة ضد المدنيين لما بقيت سيطرتهم، فلا شعبية لهم، وأنصارهم الفعليون وهم قلة يجمعهم داء العرق السلالي. أما أغلب من يقاتلون ويحتشدون معهم في الميادين فبسبب الجهل والجوع وتحكم الحوثيين في مصادر معيشتهم، وليس عن قناعة منهم أو دفاعا عن مبدأ سياسي أو مذهب ديني. هذا اليقين الحوثي جعلهم في سباق مع الزمن يحشدون كل طاقاتهم لنشر فكرهم، مستغلين الحرب والفقر وغياب الدولة. هناك كم هائل من الأعمال الفنية والثقافية والأنشطة والممارسات الميدانية التي سعت بوضوح إلى تغيير الديموغرافيا في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ومن يرفض التماهي مع هذا الفكر يقتل أو يختطف أو يهجر أو يحاصر في رزقه، ويتم التحريض ضده واتهامه بالعملة والارتزاق والخيانة. وفي المقابل يتم توطين أتباعهم العقائديين في مناطق مختلفة من خلال توزيع الأراضي والعقارات عليهم وتمكينهم من رقاب اليمنيين. ومن أبرز وسائلهم الهادفة للتجريف الثقافي العام ربط الحوثيين الوظيفة العامة والتعيينات الإدارية والمستحقات المالية في القطاعين المدني والعسكري لحضور ومشاركة الموظفين والعسكريين بالدورات الثقافية أو الفكرية، وهي محاضرات حوثية لغسل الأدمغة وتعبئتها بفكر ديني معين يمتهج التطرف. فمن يريد نصف راتبه أو الحصول على سلة غذائية تقدمها منظمة دولية أو حتى أسطوانة غاز فعليه أن يخضع لهذه الدورات، لكن تبقى العملية الأخطر هي استغلال المدارس لنشر هذا الفكر المستورد من خارج الحدود اليمنية بين طلاب المدارس والجامعات. قد يقول قائل للحوثيين الحق في نشر فكرهم، وهذا كلام مردود عليه، أي نعم اليمن دولة ديمقراطية ويمكن لأي مكون أن يروج لمعتقده، لكن شريطة أن يمارس ذلك سلميا وأن يترك للناس حرية الاختيار. يجب أن لا يفرض أي فكر أو معتقد بقوة السلاح أو استغلالا للفقر والحاجة وظروف الحرب. ومن المهم القول هنا إن عملية تجريف ثقافة وعقول اليمنيين والعبث بالديموغرافيا والتركيبة السكانية اليمنية وبث روح الكراهة والعنف لا يستهدف اليمن واليمنيين فقط، لكنه يأتي كخطوات تمهيدية للامتداد بنفس الأدوات والأهداف والمنهج إلى بقية دول شبه الجزيرة العربية، بل ويستهدف الأمن القومي العربي بأكمله، فهل من مدكر؟ موقع الصحوة نت نشر مقالا للكاتب عبد المؤمن الميسري، تحدث فيه عن أعياد العرب قائلا إنها أعياد كثيرة لكن الفرح قليل. على مدار عامه المثقل بالوجع يقابل المواطن العربي عشرات الأعياد، سواء الدينية منها أو الوطنية أو تلك التي نقلتها إلينا رياح التمدن الكاذب والعصرنة الزائفة، والتي جاء بها العالم المتحضر ظنا منه أنه يقلل بها مساحة القبح المتعاظمة التي توشك أن تسلب الإنسان إنسانيته إن لم تكن قد سلبتها فعلا، وأن تحوله إلى كائن غريزي متوحش يعيش على خرائب القيم ورماد المبادئ، بعد أن تنطفأ فيه أشواق الروح ويتعالى صهير الغرائز فيصبح مجرد مكنة متوحشة دينها الإشباع وديدنها الاستحواذ والاستئثار. أعياد تتوالى إثر أخرى تمر أمام ناظريه باهتة كئيبة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، وأن له أن يدرك للفرح عيدا وهو مشروخ الذات مكسور الأنا، يبنيه البحث عن لقمة يبعد بها شبح الجوع والموت ويشغله عن البحث عن أشواقه السامية، أشواق الخلاص والحرية. كان للأعياد الدينية والوطنية أفراح وأفراح،
لكنها انطفأت اليوم كما تنطفئ شمعة هزيلة في محيط عاصف، محيط احترف صناعة المآسي تنثال كالمطر وتأتي إلينا من عواصم الاستكبار العالمي مكتوب عليها عبارة صنع خصيصا للعرب، نتجرعها حروبا ومذابح واستلاب أوطان وضياع هوية، ثم تأتي بعد ذلك الأنظمة الحاكمة لتكمل ما نقص من جوانب هذا المشهد المرعب قمعا وتجويعا وتغييبا وتهميشا وإحراقا للفاعلية في كل جوانب الحياة. والغريب أن كل هذا يحدث والأعياد البديلة تتوالى، فعيد للأم وعيد للمعلم وعيد للعمال وعيد للشجرة وعيد وعيد، وما تزال قائمة هذه الأعياد البلاستيكية لها كل يوم جديدها، حتى استقر في الوعي الجمعي لدينا أن أعيادنا أصبحت حقائب فارغة، وأن أفراحنا التي كانت مؤجلة قد أضاعت طريقها إلينا أو أضعنا طريقنا إليها، فأصبحت مثلها مثل كثير من الأحلام الميتة التي خنقها هذا الوضع البائس المثخن بالعبث والعدمية. يوم أن كان المواطن العربي حاضر الذات محترم الإنسانية كان يعيش الفرح باذخا كشعور يومي ملازم، ثم تأتي بعد ذلك الأعياد على قلتها لتضيف بقالبها الجمعي نكهة جديدة للفرح الحاضر حقيقة حتى مع قلة ذات اليد والاكتفاء بالقليل القليل مما يعبر به الإنسان عن مشاعر الابتهاج وكوامن المسرة. فكيف له أن يفرح اليوم تحت أي مسمى وهو يعيش دوامة الموت اليومي ماثلة أمام عينيه؟ وما جدوى هذه المسميات الجوفاء التي اصطلحوا على تسميتها أعيادا وهو يسند رأسه إلى جدار خارب يوشك بين اللحظة واللحظة أن يتداعى عليه، وهو يحدق بطرف شارد في مسرح من الدجل الحضاري تتوالى فيه الأعياد زمرا دون أفراح. حقا ما أكثر الأعياد وما أقل الفرح. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من فيسبوك حيث يطالعنا منشور للكاتب محمد عزان تحدث فيه عن تضييع الحوثيين للفرص التي بين أيديهم كي ينخرطوا في المجتمع اليمني. منذ دخولهم صنعاء ضيع الحوثيون فرصا كثيرة كانت ستضفي شيئا من الشرعية على وجودهم ضمن المكونات السياسية ونظام الدولة، ولكن مزيجا من الغطرسة واللامبالاة دفعهم إلى القفز إلى هاوية الحرب الأهلية وجر البلاد نحو متاهة الصراعات الإقليمية والدولية، واليوم يبحثون عن أي قشة شرعية يتمسكون بها، خصوصا ما بقي من مجلس النواب تحت طائلتهم، ويسعون إلى تكميل أعضائه ببعض أوليائهم و مشرفيهم، وكأنهم لا يدركون أن ذلك العبث لا يغير من الأمر شيئا إلا مزيدا من إفساد شرعية ما بقي من المجلس تحت رحمتهم. الشراكة عبر الانتخابات الشرعية كانت متاحة لهم ولغيرهم، بل وكان المجلس في متناولهم، ولكن الهوس بإقصاء الغير وجنون الطمع في الاستيلاء على كل شيء أفقدهم صوابهم، فأغلقوا المجلس وضيقوا على أعضائه حتى طار منهم من طار، شأنهم شأن غيرهم من القيادات ووجوه المجتمع. ياسين سعيد نعمان وهو سفير يمني في روسيا كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن اللجنة الرباعية. إذا لم تستطع اللجنة الرباعية لأسباب تتعلق بطبيعة مهمتها أن تدفع بتسريع الحل للوضع في اليمن بإدانة الطرف المعرقل وأن تكشف دوافع العرقلة، فعلى الأقل لا تساهم في تغييب القضية اليمنية وأسبابها فيما تصدره من بيانات البيان الأخير لاجتماع اللجنة الرباعية المنعقد في لندن والذي صدر يوم أمس السبت 27 أبريل 2019 ميلادية، غيب القضية اليمنية تماما وتحدث عنها كما لو أنها صراع ثانوي بين طرفين وأغفل الأسباب الحقيقية للمشكلة. صياغة البيان بالشكل الذي تم فيه الفصل بين الصراع اليمني باعتباره أساس المشكلة وما تتعرض له أراضي الجوار من انتهاكات من قبل الحوثيين، وهي الانتهاكات التي تتم ضمن خطة مزدوجة الأهداف، فهي من ناحية تعكس الطبيعة العدوانية للمشروع الذي تحمله الجماعة، ومن ناحية أخرى تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي بأن المشكلة خارجية. نخشى أن يكرس ما يذهب إليه الإعلام الحوثي ومناصريه من أن الصراع اليمني مع دول الجوار، وهي المسألة التي ظل الانقلابيون يعملون على ترسيخها كمحاولة لتغييب أصل المشكلة. عبد السلام المنصوب كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن الميليشيا الانقلابية وقال عنها إنها أوهن من بيت العنكبوت.
خضنا تجربة ميدانية مع ميليشيات المغول الغازية الحوثية أكثر من 4 سنوات، ووجدناهم جبناء مغرر بهم يعيشون في خوا. وعلى مدار 4 سنوات ونحن الآن في 5، لن يستطيعوا احتلال موقع عسكري عبر المواجهات القتالية إلا عبر الخيانات والمرتزقة الحقراء. هذه حقيقة مشاهدة ملموسة أمامنا في ساحات القتال. فلذا كونوا على ثقة بأنفسكم أيها الأبطال، ثقوا بشجاعتكم، ثقوا بقدراتكم، وقبل كل هذا ثقوا بنصر الله ومعيته معكم. نحن لسنا معتدين على أرض أو حرض أحد، نحن مدافعين عن عقيدتنا ووطننا وأعراضنا، فعلينا أن نقاتل ببسالة واستماتة. لا تصدقوا الإشاعات والخزعبلات والدجل والشعوذة الحوثية، أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. نحييكم ونحيي أقدامكم الثابتة الراسخة في متارس القتال والملحمة، بيننا وبين النصر الصبر والثبات. صلاح الأصبحي كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن ما حدث لليمنيين جميعا، وقال إنه درس كاف لكل اليمنيين والأحزاب. ما فعله الحوثي في اليمن يعتبر درسا كافيا لكل اليمنيين، والاستفادة منه تعني توحدهم ضد الانقلاب الحوثي واصطفافهم خلف الرئيس هادي. ولكن عندما ترى انشقاق الصفوف الشرعية ومحاربة الدولة من داخلها لإضعافها وإثارة المشاكل بين مناصريها، يتضح لك أن هناك من لم يفهم الدرس الحوثي، ومن لم يفهم ذلك الدرس لن يفهم أي درس آخر. حلوي الباشا كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن المأساة اليمنية. هذه المأساة أو الأزمة اليمنية ستزول يوما ما بإذن الله، ولن يبقى إلا السلم والتعايش وحسن الجوار والمصالح المتبادلة. تستطيع الميليشيات الحوثية أن تختار السلام الحقيقي، وهذا خيار الحكومة الشرعية، وهناك انتشار الحديدة هو الاختبار الحقيقي لنواياهم، أو تستمر في خيار الانتحار وهذا شأنهم. إبراهيم عبد القادر كتب تغريدة تحدث فيها عن تورط بعض الكتاب والصحفيين في دعم الميليشيا الخارجية على النظام والقانون. دولة أبو العباس باقية، هذا هو ما تورط بعض الكتبة والصحفيين وأحزاب الهفل السياسية، أعماهم الكاش عن فضيحة مساندتهم لميليشيات متهمة بجرائم مروعة لم تعد تخفى على لبيب، ونسوا هذا لمجرد أن الداعم هو ذاته من يتبنى النقيضين، راعي لأحزاب وميليشيات متطرفة في آن مع الدولة ضد الميليشيات. إذن أحمد شبح كتب تغريدة أيضا على صفحته في تويتر تحدث فيها بأنه يجب على اليمنيين جميعا الاصطفاف تحت ظلال الشرعية الدستورية والالتفاف بصف وطني واحد. يصطف اليمنيون بكل أطيافهم تحت ظلال مشروع وطني جامع ومظلة الشرعية، دفاعا عن مؤسستها ومكتسباتها، وبحثا عن دولة مستقرة وآمنة تضمن العدالة والمساواة لجميع اليمنيين، وتكافؤ الفرص وعدالة المشاركة في السلطة والثروة تدوب تحتها الأنساب والانتماءات. الدكتور صالح حسن سميع وهو محافظ محافظة المحويت كتب تغريدة تحدث فيها عن منح يحيى الراعي رتبة المشير للمشاط. أي رجل أنت يا يحيى العار؟ أي إنسان أنت يا يحيى الخزي؟ الصورة والمقام تثير حديثا ذا شجون يحتاج إلى مجلد، ولكن دعني أسألك سؤالا إنسانيا بحتا، هل استحضرت وأنت تقوم بهذا العار مشاعر أسرة صديقك وولي نعمتك صالح، وأنت تكرم قاتله برتبة المشير؟ بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.